وما بعد الأمطار وما ترتب على غزارة هطولها من فيضانات، تنتقل معاناة المواطن إلى تكدس أكوام الطين في الشوارع ذاتها، معاناة وشلل تام للحياة بسبب نقص الخدمات في هذه المناطق، ذلك النقص الذي تسبب في انخفاض أسعار العقارات لكثرة البائعين لمنازلهم هربا من تردي الواقع الخدمي هذا. العقار كان موجود هنا 45 و50 مليون وعلق لل 60 وصل. هسه لحدود 15 18 مليون. يعني دي يبيع يروح يتوهد انه يبيع، يقول لك انا ما اقدر اقولها بعد. انا حفاظا على بيتي وعلى على زوجتي وعلى جهالي. حتى بالبيت صار بيتي كله طين. يعني منطقه ناسيه ما يخالف. عم يدزونا شفال، عمي ما عندهم غاز احنا نعطيهم غاز. 20 مره والله العظيم ننطيه فلوس ده يروح يشتري، 20 مره بنهار واحد تبدل وتغسل ويجي مشبوح بالطين. يعني هاي مو وضعية. عمر ابني 5 سنوات انطي فلوس حتى الشحاطة راحت بالطيانة وبالهذي جابوا لي هاي اللي هنا أنا منقع ما أعرف شافوا نقرة أو فشي. المعنيون بالشأن في حكومة المحافظة أوعزوا السبب إلى عدم اكتمال المشاريع المتلكئة، مبشرين بتخصيص أموال لهذه المشاريع بعد إقرار الموازنة لهذا العام. لم نتمكن من تبليط بعض المناطق المهمة والحيوية بسبب عدم اكتمال مشروع المجاري فيها، ومن ضمنها مشروع مجاري حي العباس والكابينات، لكن اليوم والحمد لله هناك مؤشرات إيجابية بأنه في عام 2018 سوف يتم تخصيص مبالغ لهذه المشاريع الخدمية المهمة. إقامة جبرية تفرضها الشوارع الطينية على سكنة المناطق المغيبة خدميا وتمنع أهلها من الخروج ليبقوا حبيسي منازلهم حتى إمطار آخر. جميل الغزالي، قناة رشيد الفضائية، محافظة صلاح الدين.